كما تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان من الإطاحة بشبكة تتكون من 5 أشخاص تنشط في مجال التهريب والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. هذا وتم حجز 43 كيلوغرام من المخدرات و1960 قرص مهلوس، إضافة إلى مبلغ مالي قدر بأزيد من 1 مليار سنتيم. كما تم حجز 4 مركبات كانت تستعملها أفراد الشبكة. أمين سعودي. على إثر ورود معلومات إلى فرقة البحث والتدخل لابياري بأمن ولاية تلمسان مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في التهريب والمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات والمؤثرات العقلية على محور مدينة مغنية باتجاه المدن الداخلية، عليه تم إعداد خطة محكمة للإيقاع بها، والتي كللت بحجز كمية من المخدرات قدرت ب 25 كيلوغرام و1960 قرص مهلوس ومبلغ مالي فوق 1 مليار سنتيم، وذلك على مستوى مدينة بوفاريك ولاية البليدة مع توقيف 3 أشخاص. استمرارا للتحقيق تم توقيف عنصرين آخرين من أعضاء الشبكة الإجرامية وسط مدينة مغنية مع حجز كمية أخرى من المخدرات قدر وزنها الإجمالي ب 18 كيلوغرام، ليصل مجموع ما تم حجزه في العمليتين إلى 43 كيلوغرام من المخدرات و1960 قرص مهلوس ومبلغ مالي فوق 1 مليار سنتيم، ما استرجع 4 مركبات كانت تستعمل في عملية التنقل.